أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة جعل هذه المنطقة على شفير كارثة، منتقدة بشدة أيضا الفصائل الفلسطينية لانتهاكها حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن الانكماش الاقتصادي العالمي أدى إلى أزمة في حقوق الإنسان، وضعت العالم على برميل بارود قابل للانفجار بسبب الظلم وانعدام الأمن. وقد وجهت إيرين خان الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية نداء إلى المسؤولين عن الأزمة، خاصة دول مجموعة العشرين، لإيجاد حل لمشاكل حقوق الإنسان بقدر من العزم يساوي ما تقوم به في مجال النمو الاقتصادي. نشرتنا مستمرة معكم، وتذكير لأبرز عناوينها. واشنطن تصاعد لهجتها حيال الاستيطان في الأراضي المحتلة قبل لقاء اليوم بين عباس وأوباما. العفو الدولية تدعو مجموعة العشرين إلى إيجاد حلول لمشاكل حقوق الإنسان في العالم بقدر يساوي سعيها في المجال الاقتصادي.